السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، النهاردة إن شاء الله هنعمل حاجة حلوة اقتصادية جدا وشكلها تحفة وطعمها تحفة. هما حاجتين، يعني دي بالشوكولاتة والتانية بالفواكه والكريم شانتيه الأبيض اللي هي دي، يعني دي طعمها تحفة بصراحة، طعمها تحفة جدا جدا. طيب دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ اول حاجة هنعمل صوص الفراولة، عبارة عن كيس صوص فراولة بتحطيه على النار على كوباية مية يغلي لحد ما يديك القوام اللي هو المظبوط ده، تقيل شوية. جبت علبة كده وحطيت فيها ورقة زبدة وحطيت فيها صوص الفراولة في الأول خالص زي ما انتوا شايفين، وكمان عملت صوص شوكولاتة. صوص الشوكولاتة ده كوباية لبن عليها 3 معالق كاكاو عليها مكعب زبدة صغير، بتقلبيهم على النار لحد ما يديك القوام ده برضو. ده صوص الشوكولاتة وده صوص الفراولة. طبعا جبت علبة هو هولز شوكولاتة وعلبة هو هولز فالينيا، العلبة ب25 جنيه. فجبت بقى ايه شوية شوية فراولة كده، قطعتهم في صوص الفراولة زي ما انتوا شايفين كده. كان في شوية رمان برضو، حطيت شوية رمان كمان معاهم. شوية رمان كده مع الفراولة كده بيدي طعم خطير يعني بصراحة. وبعدين غطيت العلبة كده وحطيتها في التلاجة، وجبت صوص الشوكولاتة برضو حطيته. بعد كده جبت بعد ما حطيتها طبعا في التلاجة شوية جمدت، جبت بقى اللي هو الكيك ده اللي هو الهو هولز، رصيته كده فوق ال صوص الفراولة. وبعدين جبت كريمة بيضة، كريم شانتيه، حطيت كوباية كريم شانتيه عليها كوباية لبن ساقعة، وضربتها بمضرب المضرب البيض لحد ما ادتني القوام ده. وبعد كده حطيت الكريم شانتيه على الكيك، وده طبعا بسكوت سايب كده بيتباع بالكيلو، بس طعمه جميل جدا بالقرفة، طعم القرفة. رصيته كده فوق الكريمة. عايزه اقول لكم يا جماعه ان العلب دي كويسه جدا جدا للحاجات الحلوه اللي بتتعمل زي كده. هي العلب دي اصلا بيجي فيها البسكوت السايب، انا لما روحت اشتري البسكوت اشتريت العلبه كمان معاه بالمره. وهنا بقى قلبت العلبه وكان صوص الفراوله جامد كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده رصيت البسكوت كده على الحرف، على حرف الصينية. بعدين جبت كيوي وقطعته. الكيوي طبعا تعرفين ان من احسن الفواكه هو الكيوي، مفيد جدا
عندي جانا بتحب الكيوي جدا جدا، يعني ما اقولكوش قد ايه بتحبه. طبعا شوية كليس كده برضو كانوا موجودين، وهنا برضو ده بسكوت بوريو بالكيلو، برضو بيتباع بالكيلو من غير كريمة زي ما انتوا شايفين سادة، ودي كريمة كريم شانتيه بالشوكولاتة. بعد كده رصيد الهوهولز زي ما انتوا شايفين كده، طبعا يا جماعة لو اول مرة تشوفوني انا اسماء ابراهيم، واحب ان انتوا تشتركوا معايا في القناة، و يعني ينورني اشتراككم وينورني تعليقكم. وهنا حطيت صوص الشوكولاتة، الموس طبعا ده لو لازم تحطي عليه اي يعني مثلا عسل نحل مثلا عشان ما يسمرش، او ممكن تحطي عليه اسمه ده اللي هو سكر الجلوكوز ده بتاع الحلويات، جل جلوكوز تقريبا، انا ما بجيبهوش خالص، يعني انا دايما بحط على الفاكهة عسل نحل او سيرم شربات لو عندي. انت ممكن تجيبي من عند بتاع الحلويات اللي بيبيع حاجات الحلويات، يعني تجيبي من عنده اللي هو العسل الكلوكوز دوت، ولا اسمه مش عارفة اسمه ايه اساسا، ما بجيبهوش اصلا. وزي ما انتوا شايفين كده ده شكلهم النهائي، طعمهم تحفة جدا يا جماعة، وبالهنا والشفا، ويا ريت تقولوا ايه رأيكم في الكومنتات، اي ملاحظة اي حاجة ممكن ان انا اعدلها في الحاجة عادي، يعني انا بتعلم يعني، و بحب اخد اراء الاخرين. وشكرا على المشاهدة، وشكرا على الاشتراك، وشكرا على التعليق، ويا ريت طبعا تقولوا لي ايه رأيكم في الشكل، او في طريقة التقديم بتاع الحاجة او السلام كده. عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.